السلام عليكم ورحمة الله. نكمل إن شاء الله النوع الرابع من الهايبر سنسيتيفيتي اللي ذكرناه سابقا اللي هو ديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي. ووضحنا كلمة ديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي في سياق المعنى بأنه إذا إحنا كان عندنا مفهوم تعرض للأنتيجين in the first expose، إذا كان في عندي in the second expose تمام تعرض لهذا الانتيجين مرة أخرى، بحكي لي أنه الفترة ما بين التعرض الثاني until the existence of clinical picture هنا بيجي بحكي لي تقريبا تأخذ لها من تقريبا 3 إلى 4 أيام. على هذا الأساس سموها delay type hyper sensitivity. ولكن هنا كمان بدنا نحاول نتحدث حاجة، أنه نتحدث على عدة أشياء أخرى غير التعرض لأنتيجين بالمفهوم أول مرة وتاني مرة. كمان في أشياء ممكن إحنا نتعرض لها من أول مرة وتعمل لي رياكشن تمام look like delay type hypersensitivity. واضح هذا الكلام؟ الصورة لازم نحطه إحنا بدماغنا، إنه إحنا صحيح فلسفة تعرض مرة تانية وبعديك تيك تايم، إذا ممكن يحصل تعرضنا لأول مرة ولكن أعطاني خلايا تي سيل نشيطة بحيث إنه بالفعل أعطاني رياكشن وكأنه delay type hypersensitivity reaction. على كل delay type hypersensitivity reaction number 4 طبعا هو عبارة عن cell mediated immunity، يعني أنا في عندي CD8 cell هتشتغل، وأعمل في حسابي كمان الماكروفيش هتشتغل. هنتعرض إحنا نقول للأنتيجين مرة الأولى، هيصير في عندنا presentation للأنتيجين زي اللي إحنا عارفينه هذا الكلام، يعني اللي هو أبجديات المناعة. هيصير عندنا expose وحيصير اكتيفيشن للتي هيلبر 0 عشان تصير تي هيلبر 1 تمام، وبدورها تي هيلبر 1 حتنشط طبعا السيتوكاينز بتاعتها اللي هو سي دي 8 سيل وكذلك الماكروفيج. ولكن نعرف انه هذه الخلايا عندها مقدره في المره الثانيه انه هذه التي هيلبر 1 اللي بتكون عباره عن زي ميموري سيل الان وكانها تي دي تي اتش اوكي، اذا تعرض او صار في اكتيفيشن مره اخرى في مجال تنتج كمية سيتوكاينز ألوت، وهذه السيتوكاينز هي اللي بتعمل هذا التنشيط للخلايا الأخرى. يعني إذن هنا هيحصل عندنا تي هيلبر 1 upon activation release cytokines that cause accumulation and activation of the macrophage، يعني في عملية كيموتاكتيك للماكروفيج تعالي، وكذلك هتأتي عندي اللي هو CD8 cell تتنشط. طيب إذن معناته التي سيل هي اساس الحدوت، يعني لو انا نقلت التي سيل من شخص الى اخر في موضوع الاكتيفيشن تمام هي اللي ممكن تعمل هذا الرياكشن. بقول لي طبعا ممكن يحصل عندي هذا الريسبونس تمام في موضوع اني انا نقلت عضو از الوغرافت، يعني انا عملت ايش الوغرافت رياكشن، يعني نقلت والله عضو هارت، نقلت كدني من شخص الى اخر، ممكن هذا الشخص اللي انتقل له العضو يحصل عنده هذا الرياكشن. شغلة أخرى، ممكن أنا عندي intracellular parasite، الintracellular parasite أو عندي فيروس سيفير viral infection من أنواع الفيروس اللي بتعمل complications ممكن يحصل. المايكوباكتيريوم فانجاي، عفوا المايكوباكتيريوم tuberculosis، الفانجس intracellular، بعض أحيانا بروتينات أو chemicals بتعمل penetration للسكين تمام، بترتبط مع البروتينات تاعت الجسم تمام، وممكن تعمل هذا المشكل عنا. طيب إذن الآن الصورة وضحت. When some subpopulation of activated T helper cell encounter certain type of antigen زي ما قلنا هيحصل عنا اللي هو increase the release of cytokines تمام، هيكون عنا release of the cytokines. إذن الرياكشن اللي هيصير عندي characterized by a large influx of inflammatory cell تمام، وعلى رأس هذا الانفلاماتوري سيل اللي هم مين الماكروفيج تمام. إذا هيحصل عندي عملية البريزنتيشن اوكي للانتيجين من خلال التي سيل الانتيجين بريزنتنج سيل للتي هيلبر اللي هتصبح تي هيلبر 1 بمفهوم هي تي دي تي اتش ديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي سيلز تمام اوكي. هذه اللي هي التي هيلبر 1 جنرالي، واوكيجنالي مين هيشتغل فيها طبعا هو السي دي 8 سيل نتيجه تاثير السيتوكاينز بتاعت التي هيلبر 1. اذا اوكي انه بصير عندنا في البدايه از سنسيتايزيشن الفيكتور فيز
تمام، هيحصل عندنا على فرضية انه تعرضنا مرة اخرى للانتيجين، هيصير في عندنا بريزنتيشن، وهذه الخلية اللي احنا قلنا عنها تي دي تي اتش هتنشط الماكروفيج بشكل طبعا كبير جدا جدا. تمام، اذا هذه الاكتيفيتد سيل تمام هتعمل عملية تنشيط بشكل كبير، وحيكون عندي اخراج للسيتوكاينز بعدة انواع من السيتوكاينز، لها علاقة بتنشيط الماكروفيج، لها علاقة ببناء الماكروفيج تمام المونوسايت عفوا، لها علاقة بكيموكاينز فاكتورز زي ما احنا شايفين انترلوكين 8 او مونوسايت فاكتورز بتعملها كيموتاكتيك اكتيفيتنج فاكتور تمام، وهلم جرة. هذه كلها شغلات هتخرج من التي دي تي اتش. طبعا كمان في نفس الوقت خلية الماكروفيج هيكون عندها كمان مقدرة انها تصير تطلع a lot of MHC class 2 زي ما احنا شايفين. التيومر نيكروسيس فاكتور ريسبتور على السطح، عشان لما يجي التيومر نيكروسيس فاكتور عليها ينشطها اكتر. الاكسجين راديكالز والنيتريك اوكسايد هدول عبارة عن مالهم؟ عبارة عن توكسيك ماتيريال سوف تخرج من الماكروفيج، وهذا بدوره هيأثر على المنطقة اللي موجود فيها الماكروفيج. وضحت الصورة؟ اذا هذا اللي هيحصل عندنا في هذا الموضوع. لدرجة انه في الاخر انه هذه الماكروفيج بتحصل عنا انه بصير في عنا نوع من الفيوجن من الماكروفيج تمام، فيوجن من ايش؟ من هذه الماكروفيج، انه فيوجن من هذه الماكروفيج بحيث انه يعمل لي حاجه بسموها جرانيولوما تمام، اجرانيولوما، انه في عنا تجمع ماكروفيج اوكي مع بعض اوكي موجودين، تلاقي اكثر من خليه اندمجت مع بعض صاروا عباره عن خليه زي هنا اوكي، عباره عن جاينت مالتي نيوكليتد سيلز موجوده عندنا. هذه الخلايا وحواليهم خلايا الماكروفيج بيعملوا لي وكانه بيشكلوا لي حاجه بسموها ايش؟ جرانيولوما. هذه الخلايا طبعا بدورها حتعمل افراز لانزيمز الوت تمام، وحيؤدي انه يصير عندي انفلاماتوري بروسيس في المنطقه اللي صار فيها المشكله. على فرضا انه انا في عندي انتراسيلولار باراسايت، اذا فرضا صار عندي انتراسيلولار فانجس او عندي مثلا اللي هو بكتيريا مايكوبكتيريا توبركلوسيس، هيأدي هذا الامر. بالاضافه طبعا السي دي 8 سيل اوكي تمام، كمان ممكن بخلال طبعا مهاجمتها للخلايا المصابه تمام يصير في عندنا دمج، بحيث انه برضه هتعمل دمج لمين؟ لهذه الخلايا. المولكيولار ميكانيزم بشكل عام ممكن شويه الصوره مش واضحه. إذا بنلاحظ عندي هنا يعني كميكانيزم بشكل أو بآخر تمام، إنه صار في عنا الرياكشن، بمعنى أنتيجين عملنا له إنجكشن، أخذته الخلية عملت له برزنتيشن زي ما إحنا شايفين تي هيلبر زيرو، تي هيلبر زيرو احتمال طبعا تصير عندي تي هيلبر 17 وارد تمام، لأنه برضه حيساعد إنه حتيجي كمان نيوتروفيل من خلال السيتوكاينز انترلوكين 17، أو تصير عندي تي هيلبر 1 بدورها تتنشط. وكذلك اللي هيحصل عندي هنا هذا في البدايه. مره ثانيه لما بيكون عندي الخلايا موجوده دخل الانتيجين مره اخرى على سكند، انه في عندنا سكند اكسبوز زي ما احنا شايفين تي هيلبر 1 او تي هيلبر 17 هيصير له اكتيفيشن بشكل كبير، وتطلع السيتوكان زي ما ذكرناهم، وبعدك هتستدعي مين؟ الخلايا النيوتروفيل والماكروفيج تعالوا على المنطقه اللي احنا فيها. هذا بالنسبه لهذا الموضوع. نيجي للاكزامبلز بتاعت الديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي، في عندنا عده اوجه. بقول لي اول حاجه ممكن يحصل عندي كونتاكت سنسيتيفيتي او كونتاكت ديرماتايتس. ايش يعني؟ انه بقول لي في بعض احيان بكون في عندنا نبتات فيهم اللي هو زي بويزن معين، نوع من انواع السموم اوكي، وهذه بيكون فيها نوع من الاويلي تمام موجوده في هذه الاوراق بتاعت النباتات اوكي، وبيحصل انه هذا الاويل بيعمل كونتاكت تمام، عباره عن ماده هي بتكون عباره عن كاتيكولز اوكي، فيها ما يعني هيدروكربون اوكي، بتدخل في سكن بتعمل عمليه بنتريشن من خلال السكن اوكي، بحكم انها عندها مقدره يكون لها لايبوفيليسيتي يعني تخترق اللي هو الدهون الفوسفوليبيد، وبترتبط مع مين؟ مع بروتينز لها علاقه بالسيلز تمام، وبتعامل معها وكانها عباره عن موليكيولز زي ارتبطت مع بروتينات الخليه از اهابتن، هي بتكون عباره عن ايش؟ عباره عن اهابتن بهذا الامر. وحيحصل هناك البروتين
بشكل أو بآخر طبعا بفلسفة الهابتن أنه حيصير في عندنا نوع من الانفلاماتري رياكشن أجينست هذا الأمر، يعني حيصير في برزنتيشن وحيصير التي هيلبر 1 هي اللي حتكون نشطة في هذا الموضوع. مثال آخر بيجي بقول لي مثلا بعض من الأنواع من المعادن زي النيكل والكروم تمام الموجود في الذهب، أوكي هذا ممكن من خلال الكونتاكت مع السكان تمام ممكن يرتبط مع البروتين تاع السكان أوكي ويصير له برزنتيشن وهذا على اللانجر هاند سيل ويصير هناك اللي هو اكتيفيشن للتي هيلبر 1 أوكي. إذا هذا الأمر ممكن يحصل إنه التي هيلبر 1 هذه حتصير عبارة عن ديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي سيل عفوا أوكي. إذا هذا الكلام ممكن يحصل عندنا لفترة معينة وبعد هيك ما نلاحظش إحنا عندنا كلينك البيكتشر، لما نتعرض عليه مرة ثانية ممكن يحصل عندي الرياكشن اللي إحنا بنقول عنه في هذا الموضوع. هنا في موضوع اللي هي قلنا البويزن الشجرة الموجودة عندي هنا أوكي، في عنا البنتريشن صار عندي لهذا البويزن تمام عبارة عن هيدروكربون ماتيريال أخذته الخلية وصار البرزنتيشن إله تمام مع البروتين بتاعه، حيصير عندي اكتيفيشن لمين للتي سيل وبالمعنى الأصح حيكون عندنا تكوين تي دي تي اتش، وهذه طبعا بدورها كخلية حتعمل إفراز للسيتوكاينز ألوت تستدعي وتعمل كيموتاكتيك للخلايا وتاكل الخلايا على هذه المنطقة وتعمل كونتاكت ديرماتايتس، يعمل ايش كونتاكت ديرماتايتس موجود عندنا بشكل او باخر، وحيصير عندي ليتيك انزيم الوت حتخرج من هذا الماكروفيج وحيصير في عندنا اشكاليه او انفلاماتوري بروسيس في هذا الموضوع. في عندنا كمان حاجه ثالثه في هذا الجانب انه ممكن يكون في عندنا حاجه بسموها توبركولين تايب هايبر سنسيتيفيتي. ايش يعني؟ بقول لي في الحاله هذه انه احنا ممكن نعطي اي شخص بيورفايد بروتين ديريفاتيف، يعني عبارة عن بروتين مستخلص من المايكوبكتيريوم توبركلوسيس تمام، ونعمل له انجكشن يعني عبارة عن تيست هذا أو بسموه توبركولين تيست أو بيقولوا عنه مانتوكس تيست تمام، نعمل انجكشن لهذا البيورفايد بروتين في داخل اللي هو السكين، فهذا بيعطيك دلالة لما انت تيجي تعطي هذا البروتين تمام لواحد ممكن يكون مصاب بالمايكوبكتيريا من قبل هيك او ممكن ما يكونش مصاب، وكانه انا بعطي سكند اكسبوز. السكند اكسبوز لو كان الشخص عنده قبل هيك انفكشن مع المايكوبكتيريا توبركلوسيس هحس انه تمام انه بالفعل في عنا رياكشن صار تمام، صار عندي ايش رياكشن نوع من انفلاماتوري رياكشن في المنطقه اللي انت حقنت فيها ايش هذا البروتين تمام، فمعناته انت في الحاله هذه بعطيك اشعار انه والله في عندي انا كان الشخص هذا ماخذ ممكن يكون تطعيم بي سي جي، تطعيم بي سي جي اللي هو عباره عن تطعيم التوبر مايكوبكتيريوم توبركلوسز، البي سي جي هو مختصر لاسم العالم اسمه كلمه جورين اللي هي عباره عن باسيلس، كلمه جورين اسم عالم كلمه جورين تمام، فمعناته بعطيك اشعار انه والله هذا الرياكشن صار لانه انا في عندي كان هناك بوزيتيف كان في هناك انفكشن في التوبركلوسيس، ممكن ما يعطيكش اي حاجه تمام ويعطيك نيجاتيف على الرغم انه الشخص ممكن يكون عنده قبل هيك لكن لانه ايش الشخص في عنده كان مشاكل على مستوى الاتش اي في، يعني هذا الشخص عنده مشاكل في نقص في خلايا الاميون سيستم وهذه الخلايا طبعا هي اللي عملت هذا الامر انه ما صارش في عندي ريسبونس، او كان عندنا الشخص ماخذ كيموثيرابي بشكل كبير وهذا عمل هذا الموضوع. اوكي بقول لي كمان other examples ممكن تستدعي الرياكشن بتاعت الهايبر ديلي تايم هايبر سنسيتيفيتي في حاله الاوتو اميون ديزيز، وهذا الكلام بيتمثل في عده اوجه في هذا الموضوع انه ممكن يكون عندي روماتويد ارترايتس تايب 1 دايابيتس ميليتس تمام، هذا ممكن يكون موجود المالتيبل سكليروسيس، هذه كلها عباره عن اوتو اميون ديزيز، ممكن الاحظ
فيها رياكشن بسموه ديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي رياكشن ان جنرال. كمان بنلاحظ في عندنا ممكن في الالوغرافت ريجكشن. ايش يعني؟ لو انا بده يحصل عندي دونيشن لكيدني زي ما احنا شايفين كيدني، اوكي الكيدني عملنا لها زراعه عند شخص، هذا الكيدني اللي اعطيناها للشخص المستقبل، طبعا اكيد ما فيش انك يعني صعب تلاقي كومباتيبلتي تطابق بين الدونر والريسيبيان، لكن ايش حيحصل عندي؟ حيحصل عندي انه في خلايا من الدونر تمام حتروح تعمل عرض للانتيجينات بتاعت الدونر لمين؟ في الليمف نود طبعا، اوكي للخلايا التي هي بتاعت المستقبل للعضو، وتعمل اكتيفيشن إلها. من ضمن الخلايا اللي ممكن تاخذ شكل تي دي تي اتش، في عندنا خلايا تي سيل بدورها انها ممكن تاثر تاثير سلبي على الاورجان بحيث انها تعمل انفلاماتوري بروسيس نتيجه ايش؟ كميه السيتوكاينز اللي حتعملها. هنا ملهاش علاقه بنمبر يعني فيرست اكسبوز سكند اكسبوز، زي ما حكينا في التايب 1 دايابيتس ميليتس، زي ما حكينا في المالتيبل سكلروسيس، زي ما حكينا في الروماتويد ارترايتس، ما فيش، هو عباره عن ديزيز مش فيرست اكسبوز وسكند اكسبوز. هذا الكلام ممكن يكون برضو نفس القضيه يحصل عندنا في هذا الموضوع. طبعا هذول الناس لما يكونوا عايشين بهذا الوضعيه وعندهم هذا الرياكشن بالتي دي تي اتش لازم ينعطوا كورتيكوستيرويد على اساس يحبط من الاميون سيل برودكشن واكتيفيشن بشكل او باخر. هنا يعني عباره عن فيجر بيوضح لي بشكل عام كتيبل نمبر 1 2 3 4 بقول لي هنا اي جي اي ميديتد، هنا انتي بودي قلنا عباره عن اي جي جي اي جي ام، هنا عباره عن اي جي جي اكثر. ذكر لي التايمينج هنا تمام، هنا ذكر لي التايمينج من 2 دقيقتين 3 اذا كانت ايرلي ممكن تستمر ساعات، هنا طبعا ساعات، هنا ساعات، وهنا تقريبا ايام عشان هي اقدر اساس نسميها ايش يعني، قصدي ايام او ساعات بدي اساس تظهر عندي الكلينيكال بيكتشر تمام، تظهر عندي الكلينيكال بيكتشر على فرضيه في عندي نيكست اكسبوز. اوكي اذا هنا الميكانيزم طبعا طلعوا عليهم كلام حكيناه انه الاي جي اي هنا في نمبر 1 اي جي اي تعمل لينكج على الماست، وبعد هيك بصير عندي مشاكل على مستوى سيستميك انافيلاكسيس، هاي فيفر، عندنا ازمه، عندنا اكزيما تمام، هذا امر وارد. النوع الثاني قلنا من خلال الاي دي سي سي او الكومبلمنت بصير عندنا مشاكل من خلال بلاد ترانسفيوجن، هيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن على مستوى الار اتش، اوتو اميون هيموليتيك انيميا، او مثلا عندنا اللي هو الجريفز ديزيز او المستينا جريفز. النوع الثالث اللي هو عباره عن انتيجين انتي بودي كومبلكس، هذا الكلام ممكن يحصل من خلال ارتباط الانتي بودي مع الانتيجين اللي هو انتي بودي اي جي جي، واللي هو طبعا الديبوزيشن بتاعه، وبعد هيك بيستدعي خلايا الماكروفيج والنيوتروفيل عشان تعمل انفلاماتوري رياكشن تمام، منهم سيستميك ومنهم لوكال. اللوكال هو الارتوس وعباره عن لوكالايزد، والسيستميك رياكشن ممكن يعمل لي طبعا راش، يعمل لي ارترايتس، جلوميرولونفرايتس، ومن ضمنهم قلنا ديزيز الاس ال اي ممكن يكون سيستميك. الرابع انه قلنا في عندنا في الاخر حيتشكل عندي خليه ميموري من التي هيلبر 1 او الديليتي هايبر سنسيتيفيتي سيل، وهيعمل اكتيفيشن للماكروفيج والسي دي 8 سيل، ومثال عليه انه الكونتاكت ديرماتايتس او التوبركلوسيس ليجون بشكل او باخر. بهيك طبعا احنا بنكون ان شاء الله انهينا موضوع الهايبر سنسيتيفيتي بانواعه الاربعه نمبر 1 و 2 و 3 و 4. قلنا 1 و 2 و 3 لهم علاقه انتي بودي ديبندنت، لكن رقم 4 له عباره عن تي سيل ديبندنت بشكل او باخر، ووضحنا يعني كل واحده ايش طبيعه الميكانيزم بتاعتها، وان شاء الله تكون المعلومه وصلت، ونسال الله التوفيق ان شاء الله رب العالمين. في محاضره اخرى نلتقي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.